شفته الراجل اللي مات ده كان مدير يا عم. طب يعني اذا بولينا نستتر ده شفته ده من الامن عدى راح جاب البتاع من جوه. يا خبتي القويه فين البروتوكول المتبع اصلا اللي مكتوب اللي راضيين عليه؟ فيا جماعه نحن لسنا ضد الشرطه المصريه ولا ضد دولتنا، حميناها برقبتنا ونزلنا حطينا راسنا على كفنا وهنحميها تاني برقبتنا، ولو هنحميها تالت برقبتنا وفداها رقبتنا وفداها اولادنا، لكن سيبونا نتكلم نبوس راسهم. يرحمكم الله احنا شركاء في البلد دي كمواطنين كناس كصحفي، باي صفه اعتبرونا كذلك وسيبونا نتكلم. بس نقول يا جماعه ان في خطا هنا اسمعونا بس، لو لقيتوا انه ده مش خطا حاكمونا قولوا انت بتعمل بلبق تعال حاكمك، عشان اللي قلته ده كله غلط. ما كانش فيه امين مكتب، ما كانش فيه واحده في سجن الحضر، الولد ما وصلش لحد البتاع ده كان شبح. حاكموني قولوا المعلومات دي كلها غلط، قولوا انه ده الصح، انه ده يتعمل امنيا بروتوكوليا عالميا ونجيب كتب الامن في العالم ونقراها مع بعض. لكن المصادره اتمنى انها تكون اخر مره تحدث في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عشان ما تكتبش جرائد دوليه مصادره جورنان مقرب من النظام، مصادره جورنان يرأسها رئيس تحرير مؤيد عبد الفتاح السيسي. دي كانت سكاكين بتذبحني، وانا مصر ان انا اكمل انتصارا لحريه الصحافه، انتصارا للمهنه، وانتصارا لحريه الرئيس.